هل المواجهة اللي جاية مع نادي المقاولين هتكون فيها جزء من رد الاعتبار قدام النادي ولا بص، ملوش فريق علاقة؟ نجم الساحلي طبعا فريق كبير، واحنا عارفين ان احنا نقابل منافس قوي جدا متمرس في بطولة افريقيا سواء دوري الابطال او الكونفدرالية، وعنده لعيبة محترمة جدا، ونادي ليه اسمه وتاريخ في البطولة الافريقية. ان شاء الله نقدر ان احنا نقدم مباراة كبيرة تليق برضه باسم ان شاء الله نادي المولية العرب. واحنا عارفين ان هي الموضوع مش سهل وان المباراة مش سهلة، ان داخلين على بطولة افريقيا واحنا شايلين احلام ان احنا نوصل لابعد مدى ان شاء الله في البطولة باذن الله. يعني آخر حاجة اتكلمنا عن ذكرى بقى في مباراة 2007، يعني الموقف اللي كان حصل مع المعلول احنا طبعا على المستوى الشخصي كلاعب لعبت كتير ضد النجم الساحلي، سواء انا في النادي الاسماعيلي او مع النادي الاهلي. يمكن سبق ليا مع النادي الاهلي الفوز على النجم الساحلي في نهائي 2005، والفوز في مباراة السوبر في اول 2007، وخسرنا بطولة افريقيا برضو في نهاية 2007. مباراة دايما بيبقى فيها ندية، مباراة بالنسبة لي او نادي بالنسبة لي ليه ذكريات معايا كبيرة جدا زيه زي وزي جميع الأندية التونسية. يمكن على المستوى الشخصي أنا حرصت هدف في بطولة 2007 نهائي دور الأبطال، وبرضو كان حصل حالة طرد بعد التدخل بتاعي مع شيرميتي، والمباراة دي فاز فيها النجم الساحلي. المباراة الأولى تعرضنا فيها لظلم في تونس بمعاقبة محمد بركات بالإنذار الثاني اللي اتحرم منه، من احنا اتحرمنا منه انه يلعب معانا في المباراه الثانيه هنا في القاهره. ده كان الظلم الاول اللي وقع علينا في المباراه الاولى، زائد الظلم الاكبر بقى كان هنا من العرجون، وكل الناس شافت والعالم العربي كله شاف ان كان في ظلم باين علينا في الملعب سواء في ركلات الجزاء لتريكا او لشديد. ولكن ده جزء من الكوره، يعني خلاص المباراه بقت في طي النسيان، والنادي الاهلي رجع او رجعنا تاني الحمد لله موسم 2008، قدرنا ان احنا نفوز بالبطوله ضد النجم القطن الكاميروني. وبعدين توالت الحمد لله البطولات في 2012 مع كابتن حسام البدري، و2013 مع كابتن محمد يوسف، واخيرا النهارده في 2020 مع موسيماني. ببارك طبعا للنادي الاهلي الفوز بالبطوله الافريقيه والدوري والكاس، وان شاء الله عقبال ما يكملوا الخماسيه السنه.